لطيفة قوي. محمد خالد وهو طالب في الصف الثاني الثانوي من السويس بينفرد بمهارة الحقيقة لفن مش كتير يعرفوه، اسمه فن الأورجامي. ايه فن الأورجامي؟ هو فن طي الورق، يعني حضراتكم هتشوفوا في التقرير كده تعمل شكل مثلا او تعمل رسمه. معلش هو كان مديني لوجو دريم رسمهن ونسيت اجيبه الحقيقه، معي انا بعتذر معلش، بس وريته لكل زمايلي الحقيقه وكلهم بيشكروك. يعني يمسك الورق ويعمل الورق كده حاجات صغيره قوي ويرسم بيها اي رسمه واي شكل، وشوش، ناس، بحر، لوجوز. فالحقيقه التجميع دي جميله جدا. الفن ده بدا في اليابان وشرق اسيا وما عندناش ناس في مصر كتير اتعلموه. يمكن محمد اتعلمه عن طريق الانترنت ونزل ابلكيشن معين بيستخدمه وتعلم منه ورسم شخصيات كتيره جدا. تعالوا نشوف في تقرير زميلتنا مارينا امير مع محمد خالد طالب اللي من السويس اللي متخصص او موهوب جدا في فن الاورجامي. محمد خالد عطية من محافظة السويس، 16 سنة، موهبتي فن الأورجامي، اتعلمته عن طريق الإنترنت وكده، كنت بتفرج على فيديوهات يعني على اليوتيوب، فكنت بالصدفة كده ببص لقيت واحد بيركب حاجات في بعضيها أنا معرفش هي إيه، فدخلت وبحثت ولقيت إن في قطع وحدات كده بتتعمل ليها قصة معينة وتانية معينة وكده بس، فتعلمتها وبعد كده اتعلمت طريقة التركيب. في نوعين من التركيب، في تركيب اللي هو الصف الامامي وفي صف امامي وصف خلفي. الصور الشخصيات دي صف اللي هي صف امامي وصف خلفي. فن الاورجامي مش منتشر في مصر كتير، يعني 99% ما يعرفوش ايه هو الفن ده ولا سمعوا عنه، بس اللي انا شفت اللي بيعمله في مصر بيعملوا مجسمات، ما شفتش حد بيعمل شخصيات. اول حاجه بجيب الصوره اللي انا هشتغل عليها، بعد كده بدخلها على تطبيق على الموبايل اسمه فيديو ستوديو، بعد كده بيطلع لي كام عدد الوحدات اللي انا هستخدمها بعدد الالوان، بكام قطعه في كل لون، والنمط يعني الرصه، كل وحده ليها مكانها. بعد كده بجيب ورق تصوير عادي A4 80 جرام، بقصه بمقاسات محدده، وكل قطعه دي بعملها بتنيها بطريقه معينه، بعد كده بركبها باستخدام الموبايل. بعد ما بخلص عمل الوحدات الورق والالوان وكله، ببدا اركب من الصف الاولاني زي الحيطه كده، ببنيها واحده وبعمل كام صف كده والزقه من ورا. انا بستخدم في اللزق فيل وبنزين، بدوبهم مع بعض بيعملوا عجينه كده، بفردها ورا الصوره حبه حبه، يعني اركب جزء والزق جزء لغايه ما تيجي كلها. اول رسمه رسمتها كانت لجدتي، كنت عايز اديها هديه يعني، عشان كان اول عيد بعد وفاه جدي الله يرحمه، فكنت عايز اديها هديه كده في العيد، في عيد الفطر، ففكرت ان انا اعمل حاجه بالموهبه بتاعتي، فاستخدمتها وعملت صوره لجدتي. بعد كده لقيت الموضوع كويس فعملت صوره كابتن محمد صلاح، كان بعد الاصابه اللي هي بتاعت دوري الابطال. والله هايل وموهبة جميلة جدا جدا، بشكرك يا محمد وكل التوفيق ليك إن شاء الله، وإن شاء الله تبدع في فن الأورجامي. وبشكرك على لوجو قناة دريم، كل زمايلي الحقيقة شافوه يعني سعداء بيه جدا.